ذكريات وأيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة. ذكريات أيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة. قل ما رضا الله إلا برضا الوالدين، أرجو رضا المشاهدين الأعزاء. الآن باش ندخل جو متاع طرب تونسي حلو برشا، ونحب ترحاب كبير برشا خاص بالفنان الكبير الأستاذ صادق ثريا. هاي عم صادق. حتى حنانا عالقلب ما يعرفش حتى حنانا، محال تلقى غير حبي انا. كيفيق بيك الدار يا مزيانة، كيفيق بيك الدار يا مزيانة، كيفيق بيك الدار يا مزيانة، دور ودور ودور ما تفعش مني انا. تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم، قد ما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم، قد ما ظهري وجعك ويألم، قد ما ظهري وجعك ويألم، وتشوف كل الناس يا حزانة، وتشوف كل الناس يا حزانة، وحالك غير عاطفي أنا. كيفيق بيك الدهر يا يا مزيانة، ضيق بيك الدار يا مزيانة، ضيق بيك الدار يا مزيانة، دور ودور ودور ما تقعد. قد ما تشقى قد ما ترى في الدهر فرقة وملقى، قد ما تشقى قد ما ترى في الدهر فرقة وملقى، فركشت تلوج تبحث وما تلقى، فركشت تلوج تبحث وما تلقى، حتى وما فيهاش حتى دوانة، حتى وما فيهاش حتى دوانة، محاجة غير عاطفي أنا. كيفيق بيك الدار يا مزيانة، كيفيق بيك الدار يا مزيانة، كيفيق بيك الدار يا مزيانة، دور ودور ودور ما تلقاش غيري.
الدار يا مزيانة، كي ضيق بيك الدار يا مزيانة، كي ضيق بيك الدار يا مزيانة، والدور 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 ما تلقى غيري أنا. زيك يا غالي، قداش عمرك عم الصدق؟ نعم. قداش عمرك؟ قداش عمري انا؟ انا عمري توا داخل ال 78. اللهم صل وسلم 78 والغنية هذه قداش عمرها؟ الغنية هذه يا سيدي عمرها 56 وفيها 56 سنة. وفيها حكاية؟ اي فيها حكايه. شنو حكايتها هذه؟ مع شكون حكايتها هذه؟ الحكايه مع زوجتي، هي معناها اقل من عمري باربع عامين زوجتي. تبارك الله، مازالت شباب كلها. لا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. تو البارح نحن بالغنجه. اي نعم. شكون كتبها هذه؟ كتبها واحد شاعر كان مع جماعه شعراء بسويقه. ايوه، الشادلي الكاهر. شنو حكايتها؟ حكايتها زاد الغنجة هذه قبل ما نتزوج بمرتي، قبل هذه الحبيبة الأولى. هذه لا الحبيبة الأولى. هذه من اللي عمري 17 سنة. المطلع بتاع الغنية جاء من عندك انت؟ لا، من عند الشاعر. حكيت له حكايتك؟ الشاعر معناها هو اللي عملها على الغنجة نتاعو هو. غنجته. غنجته هو. يا اخي ولد عند الغنجة نتاعك. يلا استاذ صادق ثريا، يلا. غرد يا بلبل وسل الناس بتغريدك، غرد يا بلبل وسل الناس بتغريدك، الله يتمم عليك الحسن يا بلبل يا زين. الله يتمم عليك الحسن يا بلبل يا زين. الله 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 يزين. السعد أوعد، السعد أوعد، لا فيدي ولا فيدك، يا ليل يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا يا ليل. الله يتمم عليك الحسن يا زين يا زين ويزيدك. البارح نحلم بالغنجة، الغنجة مامو عينيا. البارح نحلم بالغنجة، الغنجة مامو عينيا. صارتني في كسوة وبهجة، خلت الكبدة مشوية. البارح نحلم بالغنجة.
صارتني البارح في منامي هجت عليا آلامي يا صارتني البارح في منامي هجت عليا آلامي فكرت معاها أيامي كي كنا في الحب سويا البارح نحلم الغنجة مام عينيا زارتني في كسوة وباجة خلت الكبدة مشوية إجاني خليني نرتاح ضمت لي بيديك الأجراح إجاني خليني نرتاح وضمت لي بيديك الأجراح من وحشك وأنا في نواح والدمع مجرح خديا نحلم قدك ساحرني وهجرك عذبني ودبلني يا لله قدك ساحرني وهجرك عذبني ودبلني بعدك حيرني وجنني حرم نوم الليل علي الفاكسات توصل بالاستمرار المشاركة وبطبيعة الحال الفقرة ولات معروفة برشا عند متتبعي القناة الفضائية التونسية من خلال السهرية على الفضائية المشاركة عن طريق الفاكس وبطبيعة الحال بإمكانكم أيضا تبعثوا يمكن نقدم مرة أخرى ذكر برقم الفاكس إذا تحبوا تسألوا أسئلة لعبود العبد العال الذي سيعود أيضا لنجم آخر في سهرة هذا المساء سنكتشفه بعد حين. الآن تليفون مش نذكركم به على الشاشة انتبهوا مليح مش نسألوا عن معلم ثقافي كتب الكلمات حسن الشلبي لحنهم الأستاذ عبد الكريم أصحابه مش تغني الكلمات هذه وهالفزورة هذه كريمة القمودي انتبهوا مليح حتى الجمهور اليوم مسلم اللي في الاستوديو ينتبه جيدا إذا ما قلنا الجواب طبعا الحال في التليفون مش ناخذ المحاولات من الاستوديو. معلم ثقافي وتونس عاصمة ثقافية معلم ثقافي عسوا على كل كلمة لأنه تقريبا الجواب موجود في هالنص نسمع ونتبع كريمة الكلمات اللي لحنهم عبد الكريم صحاب We'll be right back.
شكرا كريمة. قدمنا عبود عبد العال في البداية، الآن باش نقدم فنان عنده شخصيته المتميزة، عنده أغانيه المتميزة. ربما عشقه الكبير كان تقريبا دائما هو أنه يشارك في المهرجانات ويمثل مصر بلده بطبيعة الحال. وجهنا له الدعوة لسهرية الفضائية قبلها، وأعد لنا ثلاثة أعمال من ألبومه الجديد اللي مازال ما نزلش للسوق، هدية لي وأيضا للجمهور شباب الإمام مسلم اللي يسهروا معنا من المنزه هذا المساء. ربما استمتعنا به أكثر كممثل مطرب في أبو العلاء البشري، نجح نجاح كبير برشا. مش نقول أكثر، نغم جديد وضيف عربي في سهرية على الفضائية وتونس عاصمة ثقافية، الفنان مدحت صالح. عيونه تنزل من عينينا، حبينا
مساء الخير مدحت. مرحبا بك مدحت. اهلا بك. متعب يعني من الرحله بطبيعه الحال. كان عندك نشاط كبير البارح واول امس ايضا في القاهره واليوم يعني من المطار، لكن حسب الاتفاق. مدحت، هذا النغم الجديد يعني اكد مره اخرى النهج اللي انت رسمته لحياتك الفنيه. ثماش تغيير للنهج؟ يعني هو يعني تقدر تقول على حسب الحالة النفسية، على حسب المود، وعلى حسب حياتك انت ممكن تعمل ايه او تقدم ايه. يعني من خلال شغلك ممكن تحس بايه في حياتك، وبالتالي تقدر تعبر عن اللي انت بتحس بيه. حسيت كأنك المشاركة في المهرجانات اختصاص عن مدحت صالح. والله دي يعني ده حلم اتمنى ان انا احققه. يعني انا بحلم دايما ان انا ابقى متواجد في مهرجانات، وده يعني معروف. وبالرغم من ده ان انا اشتركت في مهرجان واحد اللي هو انطاليا في تركيا، لما قدمت كوكب تاني. كذلك شاركت في مهرجان اللغه العربيه الثاني في بيروت 93 بالضبط كده. نعم. مشاركه ثانيه. بالضبط. نعم. الرقم الثاني بتغني هنا الليله، هذا من البومك الجديد في نوع اخر يعني غير الايقاع. في حاجات كتير يعني على حسب ما احنا نحب نسمع. مثلا حاجه فيها من غير مزيكا ممكن. نعم. بمزيكا ممكن. نعم. يعني على حسب. يعني انت ما تخوفكش يعني موضوع الغناء مباشره؟ لا، انا بحب الغناء. نعم. يعني الحال مش هرجع له، اللي بحب الغناء ما بيخافش. ذكركم بالفاكس مره اخرى، برقم الفاكس ورقم التليفون للاتصال مباشره بضيفينا العزيزين الفنان الكبير العازف الممتاز عبود عبد العال، تعرفه جيدا عبود عبد العال، طبعا والنجم العربي مدحت صالح. ذكركم مره اخرى بارقام الهاتف بارقام الفاكس. هل لديك فكره على النجاح اللي لقاه ابو العلاء البشري في تونس؟ لا، في الحقيقه انا يعني سمعت وانا في مصر. نعم. هو في مصر ما تعرضش على الـ 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 ما تعرضش على القناه الاولى، اتعرض في النايل تي في. نعم. بس انا سمعت ان هو في تونس حقق نجاح كبير. نعم.
لدرجه ان هم اعادوا اذاعته على ما انا سمعت. طبعا الاخبار توصلك اول باول يعني. طبعا اصل شغلي. نعم. فانا طبعا سعدت جدا. اولا انا سعيد جدا ان انا اشتغلت مع الاستاذ محمد فاضل ومع الاستاذ اسامه انور وكاشا ومع العملاق الاستاذ محمود مرسي. وفرحت طبعا لما سمعت ان العمل نجح في تونس وقعدوا اذاعته تاني. وللاسف انا ما كنتش بتابعه وهو بيتذاع في مصر لان وقتها كنت بشتغل. نعم. فيعني انا يعني سعادتي هستمدها من 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 اعجاب الجمهور التونسي. شفتوه ابو العلاء البشري ولا ايه؟ صباح اموره طيبه. نعم. لا اكيد طبعا كل بنات هيزعلوا لاني كنت بضرب مراتي و... نعم. وكنت لكن السيناريو كان يريد كذلك. بالضبط كده. غير ذلك تماما. طب بالضبط. نسمع ونستمتع عمل ثاني خصيصا لسريع الفضائيه من الفنان مدحت صالح. يا ألف يد تنهد
قلبي انهد وشيء شددني شد بيهد فيك يا هاني حمش الطريق تاني حمش الطريق الشباب مقطوف حني بقى حني بقى حني بقى يا ظروف يا سنين معنداني حني بقى حني بقى حني بقى يا ظروف يا سنين معنداني حمش الطريق الطريق تاني تاني وزاد حبة شوق وجرحي ما بيروح وزاد حبة شوق وجرحي ما بيروح وصبري جاي من فوق خليك ترتاح شوية مدحت سنعود لك ثانية مرة أخرى كما استقبلناه نودع وقتيا الفنان نجم مدحت صالح إلى التليفونات مباشرة بالنسبة للمسابقة اللي خاصة بمعرفة المعلم الثقافي اللي نسأل عليه تبعت حالي ثماش أجوبة في التليفون باش ناخذ محاولة من الأستوديو المكالمة الأولى ألو مساء الخير مرحبا بك مساء الخير يعيشك الاسم حسين بن مصطفى من الكرم منين؟ من الكرم من الكرم مرحبا بك أنا قريب ياسر من الفضاء به نظن الغنية كانت سهلة برشا اللحن كان حلو ياسر من أخونا عبد الكريم أصحابه كلمات حسن شلبي رشيقة برشا فيهم وصف نظن أنه من المحاولة الأولى تقريبا مش نلقاو الجواب الصحيح دار شريط بتوزر بسرعة عرفتك يا دار شريط زرتهاش دار شريط أنت نعم زرتهاش حتى مرة عليه؟ مال ما جاتش المناسبة؟ ولا المسافة بعيدة برش؟ به على كل حال كل ما باش نقول لك هو أنه جوابك صحيح وتسحق عليه تحية كبيرة برش طبعا في الجوائز باش خليك تختار يعني خليك تختار بين جهاز تلفزة وبين مينيشان يعني هذه الجوائز المرصودة بالنسبة لهذه المسابقة اش تختار خوي العزيز؟ جهاز تلفزة راهو صغير بالكل راهو نعم صغير بالكل نعم صغير جهاز تلفزة صغير قد هكا اي والمينيشان كبيرة اللي ايش اسمي؟ لا انت اش تختار نحبك انت مستريح يعني جهاز تلفزة جهاز تلفزة ولا هو صغير؟ ولا هو قال لي شيء ثبت لي مليح نعم ثبت لي مليح باهي على كل حال مبروك ليك مرة أخرى وتحية ليك من الأعماق جهاز تلفزة بطبيعة الحال كانت مداعبة معاك لا غير
ساعات ساعات تضعف الحروف وتموت في الجوف، وقت اللي يتسحر بنادم بجمال الشي اللي يشوف. ساعات أحسن الكلام سكات من عشق الزين ما هوش يخوف، والحقيقة لا تسمح لتروف. ساعات وساعات وفي بلادي قداش من ساعات يحشم الكلام ويدنكس، وانا قدام كنوز بلادي تلقاني مفركس. اش باش نقول في الجريد وين الارض متلحفة رملة حرير، في توزر بالتحديد بلاد الخير والخمير، بلاد الدقلة والعرجون ترشق الدار كل مشموم، فاوحة وتفوح ما عندها سوم، تقول قصر خرايف فداوي يحكي وما لقاو صايف. باب عزيز غالي فراديها وراق من كتاب تاريخ، لحرقهم شيلي ولا ريشهم ريح. تقابلك خصة تنحي الغصة، ماها قطايف هفايف همس شفايف غيرة سلايف. وسط الدار الخام مرصعة بغرام، ماهوش مبلحس صب الزيت والحس، نقش حديدة على الأقواس، مطروزين طريزة بيد عزيزة تستنى في تراس. داخل البيوت روايح زمان تعطرق، تسريك السكر المحور في الذاكرة، سريان الروح في لبدان قبو ومقاصر وبيت الحجام. لمات البنات على القرقاف رشيمة وطريزة، عدس كنتي لأشكال والوان رتبة وقدا ونظام. فصايل وخياطات عشيات وقعدات، عزفان البيانو وعزقان الدربوكة، أصوات تشرقع والدنيا مدعوكة. وحلت الفروحات هذا طهور هذا ملاك والعروسات، وفلانة مروحة وفلانة جات والأخرى شدوها للمبات. ووقت الرسمي فضة وذهبات وشيشخانات، ديامونت وجوهر وحضرات، شناشن ونواشن بشوات وهديات. تحفز ضف تغزر العين لتكف ولتعف، صنعت ليدين وريحة الجدين رجعنا لهم في هالوقت الزين. عادات وتقاليد عندها وهرة وقيمة قبل وتو وديمة، وهذا الكل إذا تحبوا تشوفوه وتعيشوه من غير ما نزيد ونشيط تلقاوه في دار شريط. نعود الآن إلى جو الإيقاع جو السهرية مع مجموعة أسامة فرحات. يلا Bye.
عبد العال طبيعة الحال كنقول عبود عبد العال منذ 24 سنة ما جاش لتونس ومازال كله شباب يعرفوا مليح السادة المغرمين بالفن التونسي والعربي. مرحبا بك أستاذ عبود، تفضل. رحلة توا تعبت؟ متعب. شكرا. لا. شكرا. وطبعا أنا سعيد بعد 30 سنة بالضبط. 30 سنة. آخر مرة حضرت مع فهد بلان. آخر مرة أظن كان الطروب، المطربة طروب وفهد بلان، كان في قصر القبة. زدت تفكر. نعم نعم. فالحقيقة يعني خلوك نذكروك في 30 سنة. حب تطلعوا تشوفهم؟ والله يا دلعك. يلا تفضل عبد الجبار خليه يرتاح. عصر الشباب بقى. السر في هذا الشباب الدايم عبود، شوف يا العشق يعني انا فوجئت البارح، فوجئت صراحه من وصولك للمطار. لا لك وجهنا لك الدعوه. خلينا نقول حاجه للساده النظاره، لا هذه حقيقه لابد. يعني وصلت للمطار، مشينا للوتيل، قلنا لك هاي تمشي ترتاح في البيت شويه باش تبدا البرايف، قلت لا تو خلي يسبقني الباجاج. طلعت على طول بروفا للفجر بتاع اليوم، اليوم متحير قبيلك قبل البرنامج برايف. يعني هذا الحب الكبير المتجدد. الحقيقة عشق الإنسان أول درجة هو لله تعالى طبعاً. وطبعاً بعد الله لازم يكون له عشق خاص. فعشقي أنا بالفعل هو الفن والموسيقى، ولا زال لغاية هلأ الموسيقى يعني هي كل شيء، هي كل حياتي. يعني بتحييني أو بتعطيني روح جديدة وشباب جديد. ولما بيكون عندي شغل بحب أعمل بروفات، بحب أشتغل بالبيت، وأنا بالبيت بتمرن بدرس، مستمر في الدراسة. يعني مش إنه خلاص صرت عازف وخلاص وقفت عند مستوى معين، لا لا لا، الدراسة مهمة. فيوميا يوميا يوميا بتمرن في البيت. يعني الموسيقى عشقي، فالعشق ما بروحش. نعم. مش ممكن. يعني أنت وصلت حققت المعادلة الصعبة،
أنك في بعض المقاطع بعض المعزوفات نلقى روحك الشرقية للتعبير، لكن أيضا في أعمال أخرى كما تزيقال اللي بدينا بها السهرية على الفضائية هذا المساء اللي فيها اللياقة البدنية التكنيك بتاع الفيولون، يعني كيف وصلت حقك؟ الحقيقة يعني أغلب عازفين كمانجا اللي عرفناهم في العالم العربي في لا في سر، يعني لما يبتدي عازف الكمان وهو صغير، أنا ابتديت كان عمري 7 سنوات. نعم. ابتديت غربي كامل لغاية 3 سنوات. والدي عازف قانون شرقي، فدرسني الموشحات والبشارف والشرقية والتقسيم، شبعني في الروح الشرقية مع دراستي الغربية. فطبعاً استمريت في الدراسة الغربية، لازم أستمر، مزجت عملت مزيج يعني ما بين الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية، وأعتقد لا زال يعني بالنسبة للجيل الجديد أو الجيل اللي طلع وعمل أغاني جديدة، لما بعزف له بعده لسه أعتقد يعني أنا من عندي أعتقد أنه راح يكون مبسوط جدا، لأنه أنا أعطيه الروح الجديدة والقديمة سوا. نعم. في فترة ما عبود عبد العال اسمك اخترنا باسم فهد بلان باسم صباح. لا الحقيقة عفوا أنا ممكن أصلح لك هذا، فهد بلان لما إجا عندي على سوريا، نعم، على لبنان عفوا من سوريا، انا كان عندي برنامج اسمه ليالي لبنان، كان مثل برنامج حضرتك. نعم. كانت استمرت فيه 8 سنوات، برنامج خاص لي كان كل اسبوع. نعم. وكان باسمي وانا المشرف عليه، ومن انا طلعت فهد بلان من ضمن البرنامج هذا. نعم. من ضمن البرنامج طلعت فهد بلان. بالنسبة لكم في تونس بس لمعلوماتك، انا مش طلعت مع فهد بلان، هو فهد بلان هو اللي طلع معي. لا مش طلع معك، اقترن اسمك باسمه بعدين طبعا لما انشهر. نعم. لما انشهر والفنانه صباح. نعم. ثم تقريبا انفصلت، يعني قلت انا وحدي، يعني عايز تفهم الاسباب يعني. لا مش اسالك سؤال، فسؤالي اليوم لو طلب منك فنان من فناني اليوم ان تصعد معه، من الذي يشرفك ان تعزف معه، أو من تعتبر أنه من الأصوات العربية اللي يجلبك الآن؟ صراحة. شوف أنا صريح وحكون معك صريح جدا، لك حكيت معي البارح. أنا شخصيا مع احترامي لكل الفنانين، أنا كان مبدئي والقاعدة تبعي الأساسية في عقليتي. لا. وفي إحساسي كان المغفور له محمد عبد الوهاب بصراحة، وبعده كان فريد الأطرش، وبعده كان عبد الحليم. فهدول الثلاثة كانوا العمق الأساسي واللي عملت معهم سنين وسنين، وأعتقد يعني إذا بدنا مقياس لمين أنا أعزف، في عازفين كتير كمان جات ممكن يعزفوا للي موجودين، أنا شخصياً بفضل أني أعزف لوحدي مستقل. ليه؟ السبب أنه ممكن تكون صوت الكمانجي تبعي بيطغي على صوته، يعني أقوى من صوته، ولذلك حرام انه لما انا اعزف مع المطرب اكيد المطرب حيتضايق مني، لانه اعتقد انه كمان جيتي حتبقى اقوى من صوته. هل هذا اعتراف ضمني منك بانه لا. هناك اصوات رديئه كثيره عربيه لا. اليوم لا في اصوات كويسه، بس مع الاسف الشديد انه التكنولوجيا الحديث خلى الاصوات الرديئه جيده، في كثير اصوات رديئه وفي اصوات جيده، بس الجيده حاليا قليلة. يعني هلا انت مثلا يوميا انا عم براقب التلفزيونات الفضائية كلها عندي اياها في البيت، مش عارف يوميا بيطلع عشرات من العشرة، قول 10 مطربين، مش هنقول 5، في خلال سنة في 365 يوم عم بيطلع 1,000,000 مطرب. طيب من 1,000,000 مطرب ما فيش يعني مطرب عم بيحاول انه يوصل للقمة عبد الوهاب او قمة عبد الحليم أو قمة فريد الأطرش، القمة هاي مش عم بيوصلوا لها. في مطربين جيدين طبعاً، إذا بدنا نذكر أسماءهم بينعدوا 10، ممكن يكونوا 10 مطربين كويسين، ما بقولش لا. الفنان مدحت صالح. سكات ماشي والدنيا سكات،
بس قلبي في حاجات انا ماشي والدنيا سكات بس قلبي في حاجات قلبي دق قبلة فدق قلت له قلبي دق قلبي دق قبلة فدق قلت له يا قلبي لا يلا ننسى يلا ننسى يلا ننسى عمري فات مرة أخرى. إيش قولك في القطعة دي اللي سمعتها؟ لا طبعاً صوت ما فيش، أنا ما أقدرش أقول، أنا يعني طبعاً الشعب بيشعر وبيحبش وبيحس، فالحقيقة صوت جميل. أنا سمعت أنك مؤخراً منذ أيام غنيت جزء من أغنية لأم كلثوم حبي كده، هل هذا صحيح؟ بالضبط حصل. وأحدثت ضجة. الحمد لله، يعني الحمد لله. ممكن ننقل شوية من هذه الجزة الضجة الآن مباشرة عنا في الاستوديو؟ ممكن يلا تفضل يا سي مجد، تفضل يا سي مجد. Thank you.
الحب كده وصال ودلال وصال ودلال الحب كده الحب كده وصال ودلال وصال ودلال ورضا وخصام وهو من دا ودا الحب كده اهو من دا ودا الحب كده مش عايزه كلام مش عايزه كلام الحب كده كان نفسي الاستاذ يبقى معانا طبعا هو يعني في تأمر حكيت لي حتى على آلة مدحت البارح يحكي لي ونحن نعد هذه السهرة عن آلة جديدة تم اختراعها في اليابان ويبدو أنها لا هي هتصدر قريبا في آلة فعلا يعني لو كان صوتك من أوحش الأصوات شكرا وكل لا عفوا ما بصدش انت ده لا فعلا في الغناء يعني تيجي مثلا بتقول مقام أي مقام نشاز فبياخدوه الآلة بتاخده بتروح عملته مقامات نظيفة فأنت بتحط له البرجرام تبع مثلا المي الفاء اللاء السي الدو الري إلى آخره فبيبقى طبعا مش الكلام أنا ما بقصدش الكلام أهات يعني المقامات فالمقامات الصوتية مهما كانت نشاز الآلة بتزبطه وهو اللي حاصل حاليا عفوا اللي حاصل حاليا بوجود التركات كتير أصوات لو سمعتها في الترك لوحدة لأن احنا كنا نعمل ميكس للأصوات بعد ما نركب الموسيقى طبعا لازم تضبط الصوت فبتاخد الصوت لوحده بتشيل الموسيقى وبتاخد الصوت لوحده كان يبقى الصوت أصوات عدم شرعية عدم يعني ما بتتسمعش نروح عاملين الإيكو ونعطيها الريفيرب ونعطيها الباس ونعطيها إلى آخره وطبعا نزيد معها الموسيقى تروح أصوات كويسة لكن لما عم تطلع بتغني بحفلات مع احترامي في أسماء لامعة في اسماء لامعة مش راح اذكر مين مثلا لا عشان ما سؤال بريء سؤال بريء لا لا مثلا لا انا مش عايز اوضح لا مداعبة فقط لا لانه عفوا في جمهور بيحب الاسماء هاي اسماء لامعة لامعة وعاملين يعني نافشين حالهم عاملين برستيج كتير لما طلعوا غنوا شخصي كانوا عدم شرعي الجمهور يحب يعرف بعض الاسماء لا ما تحرجنيش بالاسماء في كتير لو سميت مش هسمي واحده هسمي كذا ما نحكيش والاستاذ مدحت عارفه انا وياه عارفينه كويس يعني. احنا مش باش نحكي على مدحت صالح كان نقلب لك سؤال بطريقه اخرى وكنت سالت هذا السؤال لعبود عبد العال وانا استقبله في المطار البارحه قلت لك شكون يقنعك من الاصوات الحاليه شكون اللي يعجبك سميت لي صوتين ثلاثه يا ريت تسميهم لا في الحقيقة صار. يعني أنا اللي قلت لك يا مبارح أي عفوا أنا ما كنتش عارف إنه الأستاذ مدحت جاي طبعا بس أنا معجب فيه وأنا بحب صوته بحترم صوته لأنه صوته قادر وبيقول بالفعل يعني ما فيش نشاز وصاغ وقوي ولما بيطلع بالحفلة أنا سمعته بحفلات كتير بيقول نظيف مش مواجهة ما بيهمنيش بيعجبني صوت كاظم الساهر بعدين أداء نظيف مجتهد هو أغانيه حلوة بنقي الكلام ذكي بلحن لنفسه عارف مقدرة صوته بينما في بعض ملحنين بيوصلوا لمرحلة إنه عايزين يعطوا المطرب مقامات صوته أو شيء بيفشلوا ما بيوصلوش لمراحل صوته مش كل الملحنين بينجحوا مع المطرب يعني ممكن بعض ملحنين ينجحوا مع الأستاذ مدحت وممكن بعض منهم يفشل عشان مش لازم الملحن يعرف
مقدار لو مقامات صوته لا. هي مثلا 7 مقامات 10 مقامات 12 مقام او ديوانين بسموه عنا او الى اخره ويعطيه مساحاته. فمثلا بيجي الملحن بروح اعطيه المساحه الواحده وبينسى المساحه الثانيه اللي في صوته. فهذا اللي عم بيحصل في كثير. اذا تسمح استاذ عبود الان طرحت موضوع احنا مش بنعمل ملف وانما يا ريت نسمع مدحت في الرد على هذا السؤال. يعني أنا أعرف جيداً مدحت منذ سنوات عديدة وحضرت المهرجانات وأعرف يعني أنا استضفته لقيمته الحقيقية الفنية وهو من الأصوات القليلة صراحة العربية اللي يسحق أنه صفة المطرب. مدحت شو ردك على هالتهمة الموجهة لجيلك يعني لزملائك للجيل اللي أنت تعيش فيه؟ كيف يمكن لك أن تصمد؟ ما هي الطريقة التي تريد أن تسلكها أنت في جيل متهم بأنه إفراز ماكينات واستديوهات التسجيل؟ لا يعني أنا لما هتكلم عن جيلي فجيلي مختلف عن الجيل الموجود دلوقتي. يعني إحنا بيطلقوا علينا إن إحنا جيل الوسط المخضرم اللي إحنا يعني اتعلمنا واستمدينا كل اللي إحنا فيه من الجيل اللي قبلنا اللي هو جيل العمالقة والأساتذة. لازم نفصل بين جيلنا جيل الوسط وبين الجيل الحالي. وأنا قلت قبل كده في مصر في برنامج مشهور في مصر عايزين تعرفوا الفرق بين جيلنا اللي هو جيل الوسط وبين الجيل الموجود دلوقتي. تعالوا نغني من غير مزيكا. هاتونا في لقاء زي ما الأستاذ عبود كان بيقول إنه بيتكشف الصوت لما يطلع يغني لايف. فأنا قلت لهم ببساطة هاتوا الجيل بتاعنا جيل الوسط اللي هو أنا والحجار والحلو وهاني شاكر ونقعد نغني وهاتوا الجيل الجديد الموجود حاليا اللي هم بيغنوا بايديهم وبرجليهم واحنا نغني من غير مزيكا خالص. وبناء عليه الجمهور طبعا واعي وفاهم جمهور ذكي هيقدر يستوعب وهيقدر يفرز الخامة الطيبة من الخامة الرديئة يعني. لكن هذا الجيل اللي تحكي عليه واللي قلت يا ريت يعني يتفضل مش هيقبل الدعوة. لن يقبل الدعوة واحد. هو لو ما قبلش الدعوة هو أساسا هم لو حد منهم حتى بيستضيفوه في أي لقاء أو في أي برنامج وتقول له غني يقول لك أنا تعبان أنا مش مستعد أنا عندي برد. بينما يعني أنا تعلمت من الأساتذة اللي قبلينا حتى لو أنا تعبان ومرهق وقالوا لي غني هغني لأنه هيبان إن أنت فيك حاجة حتى لو أنت تعبان. الجمهور ذكي وواعي. إنما لما تتنصل من الحكاية وتقول أصل أنا تعبان وأنا يبقى أنت بالحكاية دي مالكش فيها. يبقى أنت بتعتمد على الأوضة الضيقة الصغيرة اللي هي الاستوديو اللي أنت تقعد تجمل فيها حالك وتجمل فيها صوتك وتقعد تحط صوتك على صوتك على صوتك عشان يبقوا 4 صوتك أو 5 صوتك. إنما لما تيجي تعمل صوتك لوحده بس هيبان مسكين وغلبان يعني. من يقنعك من أصوات اليوم؟ من يطربك؟ يعني أنا يعني الأستاذ عبود ذكر اسم كاظم الساهر من أصوات الجميلة. أنا برضو بأضيف إن في عبد الله رويشد مطرب جميل. لا ما عفوا نحن حنتطرق إلى المطربين المصريين وعلى المطربين الخليجيين. لا المطربين العرب بشكل عام. عفوا خليني أجادلك. أتفضل. حاليا عفوا مع احترامي للمطربين المصريين أو في بعض كم مطرب كويسين لكن الأصوات الممتازة حاليا هي موجودة في الخليج وفي تونس وفي لبنان. عفوا أنا مش بهاجمك أنا بحكي لا لا الصراحة. لا 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 بالعكس بحكي صراحة. لا لا الأصوات لا أصوات اللي عم تظهر حاليا في تونس لا ممتازة جدا. هو بس هو الفكرة كلها في إن الأصوات اللبنانية لازم نحدد الأصوات. لا في مصر. لا في مصر في مصر في علي الحجار محدش تقدر لا غبار. 5 6 علي الحجار. علي الحجار في محمد ثروت ومحمد ثروت وهاني شاكر حضرتك وهاني شاكر كويس. سوزان عطيه وانغام ناديه مصطفى. سوزان عطيه فينها؟ هنعد كتير. لا مش باينه. اوكي بس انغام برضو لما اجي اقول يعني انا بحب لبنان واحنا سوزان فينها؟ موجوده بس ممكن تكون بتمر باي ظروف ما ولكن بجوز. مش هنقف عند سوزان لان في ناس تانية موجوده مصيره. انما مثلا لو ذكرنا احنا ان في لبنان طبعا احنا فيهم منهم اساتذه على القمة. أذكر لك اللي في لبنان في الأستاذ وديع الصافي طبعاً في مدام فيروز. ما بنقولش الجيل في مجد الرومي من الجديد. نحن ما بنقولش الجيل القديم. الجيل القديم معروف. ما بتكلم من القديم مجد الرومي. مجد الرومي
حاليا في يعني ملح بركات. ملح بركات طبعا، بس برضو ما نقولش من الجيل بقى الجديد، معلش من الجيل الوسط. ولكن يمكن ممكن نقول ان اصوات الاصوات اللبنانيه انتشرت طبقا وتبعا لظروفها اللي حصلت في البلد، اللي هم ما كانش لهم مستقر فكانوا جواله ورحاله، فكان عندهم الفرصه ان هم ينتشروا ويتوغلوا. لا 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 انا لحظه بس هقول لحضرتك، بس بعد اذن حضرتك، فكان عندهم هم فرصه ان هم يبقوا منتشرين على الساحه العربيه، لان الساحه العربيه متعاطفه مع ظروفهم. ولكن برضو مع احترامي الشديد في اصوات كتير جدا ظهر زي ما حضرتك ذكرت، لو تسمح لي كلمه. لا مش لازم الموضوع كلمه كلمه لو تسمح لي كلمه. يعني مش هل انت الاغنيه اللبنانيه، الاغنيه اللبنانيه كانت قبل الحوادث، كانت موجوده بصوت صباح وكانت موجوده بصوت كتير. احنا قلنا بقى دلوقتي هنبعد عن القديم، احنا بالجيل الجديد. الجيل الجديد الموجود دلوقتي في لبنان، لكن انا بشبهه بالجيل الجديد الموجود في مصر. ولكن مصر اولا، الاصوات اللبنانيه اللي نجحت لم تستمد نجاحها غير من مصر. ولما غنوا في الخليج كانوا بيلموا فلوس، ولما غنوا في أوروبا كانوا بيلموا فلوس. لما غنوا في مصر عملوا قيمة أدبية لنفسهم. كاظم الساهر نجح منين؟ نجح في مصر. لا نجح صدقني. في لبنان. عفواً صدقني. اسمحني. صدقني سمحني. نجح في مصر. خلينا والله جاوبك. نجح في لبنان بالأول. روح رياضية عدمتها. لا ما طبعاً ما فيش يعني. أساسي في لبنان. سوريا ثم تونس. وبعدين مصر. ونجاحه الكبير كان في تونس. بتونس وبلبنان وبسوريا وبعدين راح لمصر. انا خليت الحوار ما بينكم. على كل اختصارا للموضوع هو عموما الصوت الجيد، المطرب الجيد، المطرب الجيد بيفرض نفسه. الفن المطرب الجيد بيفرض نفسه في مصر، في لبنان، في تونس، في اي مكان. هختم لك اياها ختام حلو. الحقيقه المفروض نحن كفنانين لا ما نقولش لا مصري ولا لبناني ولا هندي ولا المفروض نقول الوان لون 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 لون، لكن الموسيقى العربيه لو جمعناها بنلاقيها موسيقى عربيه موحده وهي شكل واحد وهي موسيقى عربيه. يبقى اذا الفن، يبقى اذا الفن الجيد سواء بقى عراقي سواء كويتي سواء ما هو احنا برضو في مصر حبينا عبد الله الرويشد لانه مطرب جيد، ومن لبنان حبينا ماجدة الرومي لانها في مطربه في جيده، في راشد الماجد وراشد الماجد من السعوديه حبيناه، وحبينا برضو ورابح صقر من السعوديه. نعم. حبيناه لانه صوت كويس. نبيل شعيل ونبيل شعيل من الكويت حبيناه لانه صوت كويس، وكاظم الساهر من العراق حبيناه لانه صوت كويس. اذن الفن الجيد هو اللي بيفرض نفسه سواء مهما كانت جنسيته، مهما كانت جنسيته. هذا اللي بقوله. يلا
شكرا استاذ عبود. الله 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 يا استاذ الله. شكرا للفنان عبود. تفضل المدحت. مفيش اجمل طبعا، يعني مفيش اجمل من ان يبقى في فنان كبير من لبنان الشقيق لما يسلطننا، يسلطننا بمزيكا مصري اصيله، فنحيي تحيه كبيره جدا جدا جدا. تحيه للفنان مدحت صالح اللي طبعا هذا المساء كان معنا، وان شاء الله نراه في مهرجاناتنا الصيفيه يا رب ان شاء الله. شكرا لشباب الامام مسلم اللي سهروا معنا هذا المساء بين جيل الشباب والشباب المتجدد. مسك الختام اخترنا ان يكون مع عبود عبد العال.
وحكايات ولا ألف ليلة.